افتتح سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية فعاليات معرض القرية اليابانية أول إكسبو ياباني في حلبة البحرين الدولية، وذلك بالتعاون بين المحافظة الجنوبية وجمعية الصداقة البحرينية اليابانية وحلبة البحرين الدولية بدعم من تمكين، وذلك بحضور كبار مسؤولي المملكة. وتستمر الفعالية على مدى 3 أيام بمشاركة أكثر من 28 جهة مختلفة من داخل وخارج المملكة، حيث تعتبر فعالية القرية اليابانية الأولى من نوعها بمملكة البحرين، كما تعكس مدى التبادل الثقافي خلال العروض الثقافية والفنية والفعاليات المصاحبة. وقال سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية إن هذه القرية تأتي تشجيعا للمشاركات التجارية البحرينية بتنمية مهاراتهم المهنية والحرفية، مشيرا إلى أن المحافظة الجنوبية سباقة في احتضان المناسبات الدولية التي تعزز وتروج اسم المحافظة على المستوى العالمي. وأشار سموه إلى أن هذه الفعالية تهدف إلى تبادل الخبرات والثقافات، بالإضافة إلى الاستفادة من الأفكار اليابانية. بدوره قدم سعادة السيد صباح الدوسري وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية على دعمه المتواصل للمشاريع في المحافظة الجنوبية، وخصوصا المشاريع السياحية والتنموية والتراثية. ويضم معرض القرية اليابانية مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية العائلية الملائمة لجميع الأعمار، كما أن الدخول للقرية مجاني من الساعة 4 إلى 9 مساء، بالإضافة إلى توفير مساحة للألعاب الإلكترونية والسوق الخارجي، إلى جانب العروض الفنية الشيقة في الساحة الخارجية بحلبة البحرين الدولية. فرصة تتيح للجميع أن يعيش حياة مختلفة حتى لو كانت لمدة قصيرة من الزمن، يمكن من خلالها التعرف على حضارة عريقة وما تخلدها من طقوس وعادات عرفت بها الإمبراطورية اليابانية. جميع هذه الأجواء أصبح من الممكن نقلها عبر هذا المشهد الحي الذي جاءت به القرية اليابانية بحلبة البحرين الدولية. أولاً أنا مسرور بالتواجد في القرية اليابانية، هذا الاحتفال الياباني اللي يعكس حرصنا لتعزيز العلاقات بين البحرين واليابان، ولا شك أن هذا الاحتفال يعطي للأسر والأطفال والمراهقين والشباب في البحرين فرصة للاستمتاع في هذه الأجواء، وفي نفس الوقت نشجع المشاركات التجارية البحرينية اللي عندهم حرف وعندهم تجارة وعندهم مهن. هذا الاحتفال هو راح يشجع مهاراتهم، وكذلك احنا في المحافظة الجنوبية سعداء باحتضان مناسبات دولية ومناسبات نعزز
نروج في اسم المحافظة في على المستوى العالمي. فأنا سعيد جدا باحتضان المحافظة لهذه المناسبة بالتنسيق مع جمعية الصداقة البحرينية اليابانية وبدعم من شركة تمكين وبالعديد من المؤسسات التي شاركت اليوم، ولله الحمد هذه ساعة المباركة اللي نشوف الجميع اليوم يشارك. ولا شك اليابان بلد صديق، ونحن في المحافظة نقدر نستفيد الكثير من الخبرات اليابانية. تعتبر القرية اليابانية هي الأولى من نوعها بمملكة البحرين، حيث تعكس مدى التبادل الثقافي والاستفادة منه خلال العروض الثقافية والفنية والفعاليات المصاحبة العائلية الملائمة لجميع الأعمار. طبعا هذه النوع من الفعاليات تساعد على توطيد العلاقة بين البحرين وبين اليابان عن طريق تفاعل الجمهور مع النشاطات الموجودة في اليابان، الثقافات المختلفة، الأمور الاجتماعية، حياة الياباني الموجود، فمنها تكون العلاقة تتقوى ويكون على أكثر يعني فهم للعادات والتقاليد، وهذا هو المطلوب بالنسبة لهالنوعية من الفعاليات، إن وعي الجمهور أكثر عن اليابان. وطبعا في جالية اليابانية موجودة في البحرين بعد تكون موجودة، وممكن يكون نوع من التفاعل والمعرفة بين الشعبين. عندنا مقتنيات كثيرة، بس هاي لأن ثيم مالهم ياباني، مثل عندك هني تلفزيون توشيبا مال أول باب ذي، صحن أبو أسد ياباني ميد إن جابان، كاميرات زين، عندك هني ظرف مثلاً طوابع صادرة من بحرين جورج السادس 1953 رايحة طوكيو. تضم القرية اليابانية حوالي 20 أسرة بحرينية من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين تتخذ منتجاتهم الطابع الياباني، يعرضون إنتاجهم كالملابس والمنسوجات والأدوات التي يستخدمها اليابانيون في ممارسة حياتهم اليومية، إلى جانب معرض يبين الثقافة والإرث اليابانيين ومساحة للألعاب الإلكترونية التي تشتهر بها اليابان. بالتعاون مع جمعية الصداقة اليابانية تقام هذه القرية التي تعكس العادات والتقاليد والفعاليات اليابانية، ما توحي إلى زائر هذه القرية كما لو أنه في جزء من اليابان. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.